أهلاً 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 بحضراتكم. طيب خلونا الأول نرحب بضيفتنا العزيزة دكتور نيفيل منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. سياسات المالية ده اسم مهم جداً. إزايك الأول؟ أهلاً وسهلاً. أنا عايز نتكلم حبتين تلاتة على التصدير، لأنه كلنا القاسي والداني زي ما بيتقال، أبسط مواطن وأكثر المواطنين انشغالا يعلم جيدا أنه التصدير يعني عائد داخل، يعني تشجيع لتصنيع إلى آخره. إيه اللي نقدر نعمله أو إيه اللي بتعمله الوزارة لتشجيع مسألة التصدير ودعم التصدير؟ طيب الحقيقة في برنامج ابتدى من سنوات كثيرة، هو برنامج دعم الصادرات. حلو. ده يعني برنامج متبع في دول كثيرة مصدرة، ببساطة كده إن الدولة بتشجع أي حد بيصدر. بعد ما بيتم العملية التصديرية أو المصدر ده بيكمل العملية التصديرية وبيثبت إن هو كمل العملية التصديرية، الدولة بتدعمه بجزء مادي أو يعني كاش في إن هو عمل عملية التصدير، فبترجع له جزء من الفلوس اللي هو صدر بيها. حاجة أقرب لفوليوم ريبيت يعني. بالظبط، يعني زي دعم صادرات في شكل كاش. وبعد كده هحكي لحضرتك على مبادرات تانية عملناها في أشكال أخرى أخدت شكل الدعم برضو غير الكاش. طيب أبدأ الأول بقصة الدعم الكاش ده. بيتبني إزاي وبقدره إزاي؟ طيب ده طبعا شغل أكتر وزارة التجارة والصناعة، هم عندهم زي جداول ومعادلات بيشوف المصدر ده صدر لأنهي دولة، لأن في مثلا بعض من الدول بتحتاج دعم أكثر زي مثلا أفريقيا لأنها صعب الوصول إليها، وعايزين أن احنا نشجع الصادرات ليهم ونشجع التعاون طبعا التجاري ما بيننا وما بينهم بصفة عامة. فمثلا أفريقيا ممكن تاخد دعم أكتر، ممكن مثلا لو على حسب قيمة قيمة الصادرات بتبقى قد إيه، فبتدخل في شرايح. يعني ده شغل أكتر الحقيقة وزارة ودي تبع وزارة الصناعة. بالظبط كده، بتبقى بحسب جداول وبحسب شوية شروط ومستندات وقد إيه المكون المحلي. يعني أنا كمان كمصدر بحط مكون محلي قد إيه من عندي، ما يبقاش بس مجرد مواد خام أو مواد إنتاج ومستلزمات إنتاج مستوردة فقط، لا لازم بكون برضو بحط من المكون المحلي طبعاً من عندي. فدي كلها بتخش زي ما حضرتك تقول كده في معادلات وجداول، ويطلع قصادها قد إيه الدعم المستحق للشركات. عظيم جدا. لكن من ناحية أخرى بقى عندكم في الوزارة في أكتر من مبادرة لدعم التصدير والمصدرين. نبدأ الحكاية دي، أستأذن بعد الفاصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور نيفيل منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. استنونا بعد إذنكم. تصدير يعني تصنيع، تصدير يعني إنتاج، تصدير يعني جلب للعملة الصعبة على طول كده، تصدير يعني أنا موجود في الأسواق العالمية، وبالتالي فتح المزيد من المساحات للصادرات المصرية نتيجة الجودة والكفاءة اللي بنقدر نقدم بيها المنتج بتاعنا. أجدد الترحيب مرة تانية بدكتور نيفيل منصور، وأسأل هنا بقى على المبادرات المختلفة. تمام. إحنا بعد 2011 يعني تعثر الصندوق لمدة سنوات عديدة عن دفع دعم الصادرات. فجينا الحقيقة في 2019 طبعا نظرا لأهمية زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الصادرات جزء مهم جدا للاقتصاد القومي لأنه من ناحية بيشغل العمالة وبيساهم في دورة الاقتصاد والنمو، وكمان بيجيب لنا عملة صعبة، فهي الحقيقة من جميع النواحي الصادرات مهمة جدا. صحيح. وعارفين كمان ان دعم الصادرات الشركات بتعتمد عليه بحيث ان هي تقدر سواء انها تفضل شغاله او انها تخش اسواق جديده او تخش معاها في دوره الانتاج، تساعدها في دوره الانتاج وهكذا. فجينا في 2019 حطينا الحقيقه 5 مبادرات كانت افكار جديده ازاي نقدر ان احنا نرجع مستحقات المصدرين المتاخره. دي ما كانش في شكل كاش زي اللي هحكي لحضرتك عليها المبادرة الستة بعد كده اللي جت كاش. طيب فكرنا ايه الافكار من غير ما نحط
زي ما يقولوا ضغط جامد قوي على موازنة الدولة في سنة واحدة، وفي نفس الوقت عايزين نساعد المصدرين. طيب فقلنا في مبادرة المقصة، حضرتك شركة عليك ضرائب عليك جمارك، هنعمل لك مقصة، ناخد من اللي ليك كمستحقات ندفعه للي على حضرتك كمديونيات. هنشيل من هنا نحطها هنا، هنشيل من هنا نحط هنا. يبقى الشركة كده استفادت، المصدر استفاد، بدل ما عليه فلوس هو كده خلاص ايه دفع مديونياته. دي الحقيقة اشترك فيها يعني عدد حوالي مثلا 1200-1500 شركة مصدرة، وسددنا حوالي 1 مليار جنيه نيابة عن المصدرين للجمارك والضرائب. جميل. طيب كان في يعني مبادرة أخرى قلنا طيب بالنسبة للمصدرين الصغيرين، صغار المصدرين دول بيحتاجوا مساعدة سريعة وبرضو أمورهم بسيطة، فمش هتحط ضغط جامد على موازنة الدولة. فقلنا كل مصدر ليه لحد 5 مليون جنيه هندفعها له فورا. وطبعا دي برضو استفاد منها عدد كبير جدا أكيد. من المصدرين. جه قلنا بعد كده مبادرة رقم 3، ان احنا زي ما عملنا حاجة للصغيرين هنعمل حاجة برضو للكبار، لان الكبار برضو مهمين جدا معنا في الاقتصاد. قلنا هنقسم كل المستحقات اللي ليهم على مدار 5 سنين بأقساط متساوية. دي هندي كاش بس مش هقدر احمل على الموازنة، عشان ما احملش الموازنة بالظبط كده. وجينا بعد كده قلنا طيب في كمان هدي 10% للجميع، يعني كل حد ليه 10 جنيه انا هدي له جنيه. أوكي. كبير صغير ولا كبير ولا صغير، متوسط، يبقى الكل برضو الكل يبدأ بدفع استفاد 10% بالظبط. وخامس مبادرة كانت معانا لو اي شركة عايزة ارض صناعية تبني عليها مصنع، تكمل تبني عليها الشركة، او اي من النشاط في الانتاج، بديها الارض دي واخصم ثمنها برضو من المستحقات اللي ليها. الحقيقة اشتغلنا على الخمس مبادرات دول ولاقوا استحسان عند المصدرين بشكل كبير جدا، وقدرنا في خلال السنة الاولى ان احنا ندفع حوالي 7 مليار جنيه من خلال الخمس مبادرات دول. جه بعد كده لقينا طبعا ابتدينا نخش على سنة 2020 وجت الكورونا. كورونا طبعا الحال كان مش احسن حاجة. صحيح. وعالميا يعني مش مصر بس طبعا. فاحتاجنا طبعا ان احنا نفكر في حلول ندي بيها الكاش او الفلوس، السيولة، نوفر بيها السيولة للشركات. فعملنا المبادرة رقم 6 اللي هي السداد الفوري النقدي. انا بدفع فلوس للشركات. طيب بدفعها ازاي؟ قلنا هناخد قرض من البنوك او البنك المركزي عن طريق منظم عن طريق البنك المركزي، وبنسدد احنا بالقرض ده بنسدد فلوس او مستحقات المصدرين، واحنا كوزارة المالية بنقسط بقى القرض ده على 3 سنين، فيبقى ما حطيناش ضغط جامد قوي على موازنة الدولة. صحيح. وفي نفس الوقت رجعنا للمصدرين فلوسهم. الحقيقة على مدار سنتين قدرنا ان احنا يعني نسدد 23 مليار جنيه مصري لأكثر من 2500 شركة مصدرة. والإمباكت أو التأثير بتاع ده طبعا هنشوفه على زيادة الصادرات طبعا. وبالفعل الصادرات كان بقالها فترة طويلة جدا تقريبا كل سنة بتعمل 25 مليار دولار. بعد ما عملنا المبادرة رقم 6 بالسداد الفوري لقينا أن الصادرات زادت ل 32 مليار دولار في السنة اللي بعدها على طول. هايل. فده يعتبر أثر واضح جدا وسريع للدعم الصادرات اللي احنا قدرنا نوفره. استمرينا على الخمس مبادرات زي ما احنا. لو في أي شركة بتفضل انها تمشي مع أي مبادرة أو تستخدم أي مبادرة من الخمسة من حقها، بتجيلنا وزارة المالية بتقدم، بنمشي في الإجراءات وبنسدد، او يعني بنعمل مقصة او اي مكان بنرجع بنشتري الارض او. وفضلنا برضو مكملين في المبادرة رقم 6. حاليا احنا في المرحلة السادسة للمبادرة رقم 6 اللي هي السداد الفوري. اجمالا بقى من ساعة ما ابتدينا لحد ما احنا قاعدين مع بعض دلوقتي، احنا سددنا ما يقرب من 42 مليار جنيه لاكتر من 2700 شركة مصدرة.
فانا فمبادره يعني مبادره السداد الفوري دي تقريبا ادت الى زياده الاحجام التصديريه بتاعتي 40%. لا وكمان السنه اللي بعدها بعد ما كنا محققين 32 زدنا بقينا حوالي 36 مليار دولار. يعني انا طلعت من 25 مليار دولار ل 32 وبعد كده ل 36 ولسه بقى ان شاء الله بنحسب السنه الماليه اللي هي قفلت الاسبوع اللي فات هنشوف لسه الاثر بتاعها ان شاء الله. طب انا هستاذن بس زمايلي في دقيقه ونص دقيقتين والنبي الله يفتح عشان بيقول لي التايم تايم. انا طب افترضنا ان انا النهارده راجل مثلا كمش بس مصدر، انا راجل منتج فبعمل الارض بتاعتي بجهز الجملونات ابدا اجيب مكن. في مكن انا لازم هجيبه من بره ممكن ما يكونش موجود من عندي، هل المكن لما بجيبه من بره ده بيبقى عليه اي شكل من اشكال تسهيل الدخول في القيد الجمركي بتاعه او في شرايحه الجمركيه باعتباره انه انا جايبه كواحد من عوامل الانتاج انا مش جايب سلعه عاديه؟ طبعا، لان زي ما قلت لحضرتك احنا مهتمين جدا بفكره التصدير، والتصدير وراه انتاج والانتاج وراه مكن، فالعمليه كلها مربوطه ببعضها. فاي مكن او اي حاجه بتساعد في العمليه الانتاجيه ومنها بتساعد في العمليه التصديريه بيبقى ليها طبعا تسهيلات، وبيبقى ليها انه المفروض ان احنا ما ناخرش دخول هذا المكان. طبعا الجمارك، مصلحه الجمارك طبعا بتقوم بدورها وبتقوم بالتاكد من المكان اللي داخل طبقا للمواصفات و و و وهكذا، ولكن المفروض ان احنا واخدين يعني زي التوجه انه اي حاجه هتساعد في العمليه التصديريه المفروض ان احنا نشجعها ونقف جنبها. فكل ما هو متعلق بالانتاج احنا هنسهله ان شاء الله، كل ما هو متعلق بالتصدير هنسهله. طب اخيرا معلش يا نديم، اخيرا سؤال كمان والنبي، احنا توقعاتنا ايه للسنه اللي جايه؟ يعني احنا وصلنا لل 36 طبعا رئيس الجمهوريه قال لنا احنا عايزين 100 مليار 100 مليار بس ده 20 30 ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا عايزها 20 29 نفسي امل حياتي. احنا متوقعين ايه السنه اللي جايه؟ توقعات يعني ان شاء الله. احنا مثلا هقول لحضرتك على حاجه تديك فكره عن التوقعات. أوكي. احنا كنا بنخصص في الموازنه 8 مليار جنيه كل سنه لدعم الصادرات. السنه دي من اول 23 السنه الماليه 23 24 بموافقه رئاسه الوزراء احنا مخصصين 28 مليار لدعم الصادرات، فده يدي حضرتك زي مؤشر احنا متوقعين ان شاء الله زياده صادرات قد ايه، لان المخصص نفسه زاد من 8 بالظبط ل 28. طبعا مش لازم ان الصادرات نفسها تزيد بنفس المعدل، ولكن ده التوجه ان احنا ندعم الصادرات، ندعمها بكل ما نملك، سواء مخصص في الموازنه، سواء اجراءات كتسهيل للاجراءات، سواء المبادرات، سواء التزامنا بتنفيذ المبادرات. يعني احنا عندنا صرف ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس اللي جايين للشركات اللي قدموا معانا في المرحله السادسه، ومكملين معادين صرف كمان في خلال يوليو وخلال اغسطس دول. فده بيوري حضرتك قد ايه احنا ملتزمين ومهتمين بالصادرات، وان شاء الله نشوف ارقام كويسه. يعني نوصل لل 60 كده ولا حاجه؟ يعني مش قادره اعرف ارقام بالظبط، يعني ما نقفل بس السنه دي نقدر نعمل بروجكشن للسنه الجايه. لا ان شاء الله ان شاء الله خير. شاء الله. انا بشكرك جدا، وان كان اللقاء قصير احنا محتاجين نتكلم اكتر من كده على مساله دعم الصادرات. نورتينا يا دكتور وشرفتينا، الف شكر. شدوا حيلكم مع المصدرين قدر الاستطاعه. كل الشكر للدكتور نديم منصور مستشار نائب وزير الماليه للسياسات الماليه. ثواني يكون موجود معاكم حالا بالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.